انا بالله نحب نسالك في حاجه. شفت برشا امنيين يخرجون في بلاتوات ويقولوا ان الظاهره نتاع الارهاب والمهربين نفس الظاهره واللي هي تتمثل في تهريب الممنوعات بصفه عامه. المساله حساسه ودون الدخول في تفاصيل هناك يعني معناها علاقه واضحه بين الارهاب والتهريب، وهذا يرجع الى ان الوزاره من الافضل انها تعيد النظر في بعض المسؤوليات. يتجاوزوا الطريقة ذي بعد اللي يفوتوا النقطة القارة ذي الحرس الوطني، يمشوا 7 كيلومتر في القنطرة، بعدها يوصلوا للسكنة تاع النظام العام اللي هي ثم منهم اللي يتعدى على الأولوية كما باش تشاهدوا تو في الفيديو، ثم شكون اللي يعدوه على الأولوية ومعبي بنزين. ثم شكون اللي ياخذ اسمه طريقه معناتها ديتهم السوق وثم. ما تختصرش الحكاية على سيارات صغار، تختصر الحكاية تتمثل في حتى شاحنات كبار. تمويل الإرهاب راه فما علاقة رهيبة وعلاقة كبيرة بين الإرهاب والتهريب في تونس، لأنه العديد من المنتسبين للتيارات الإرهابية ذي هم يشتغلون في التهريب.